إذا قال اعبدوا الله ولا تتخذوا من دونه أولياء، قال أنت تسب الأولياء. ما سبيتهم، أنا أقول لا تتخذوا من دون الله أولياء. أنا أقول قال الله، أنا قرأت كلام الله، حتى كلام الله ما يعجبهم. وذاك شيخنا أبو يوسف، لما أكثرنا عن شيخنا أبو يوسف ما جايبه على بالي رحمة الله عليه، جزاه الله عنا خيرا، قال يوم الأيام تكلمت بكلمة توني في البداية عند صوفية، فقلت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، يعني إيش؟ خطبة الحاجة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال فوقف اعترض عليه واحد صوفي فقال اسكت يا عدو الله، اسكت يا عدو الله، عرفتك وهابي. قال الشيخ أنت كيف عرفتني وهابي؟ قال لحد لا ما بدأت، ما تك ما ما في في بداية خطبة الحاجة، خطبة نبوية، أنا ما بدأت، كيف حكمت عليه؟ قال عرفتك يا عدو الله من الآية اللي ذكرتها، آية القرآن، آية القرآن. لكن والله من هؤلاء من هو مدسوس في الإسلام والمسلمين، والله لا علاقة له بالإسلام، حب الشرك وأهله، والله إما روافض وإما باطنية وإما إسماعيلية وإما نصيرية، زنادقة والله. كيف اشمئز الواحد منهم من ذكر الله، من توحيد الله، ينتفض. وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ولا ما هالعداوة هذه الشديدة على أهل التوحيد؟ ما السبب؟ ما الذي حملك على هذا؟ إذا كنت تعبد الله وحده لا شريك له، ما الذي يضايقك؟ ما الذي يجعلك تنتفض هذه الانتفاضة؟ لكنهم يشركون بالله عز وجل، أولياء، شياطين، يتخذون من دون الله ويعظمونهم ويحجون لهم ويحلفون بهم ويذبحون لهم ويدعونهم ويخافون منهم، بل قل ما يقول أحدهم لا إله إلا الله أو يقول اللهم أو يقول يا رب، حتى في الشدة يدعون غير الله عز وجل. يعني تجاوزوا من؟ المشركين الأوائل الذين إذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصا له الدين. والله المستعان. نعم.